ارسم حق ولون. مشاهدي العصية اهلا وسهلا بكم، اليوم حنكون معاكم من داخل مدرسة عالم الالوان لاول مرة طبعا تقام فنون في الرسم في مدينة بنغازي. خلينا نمشي مع بعضنا وبكاميرا وائل الفايدي نشوفوا هالدور. هي عبارة عن دورة دمام مدة شهر دعم للطفل، ونحاول احنا نظهر موهبته، نمو الخيال شوية، وحتى بالأوضاع اللي مروا بيها، فنحاول من خلال الدورة هذه هم يبتكروا كل ما هو جديد، يحاولوا تعبير عن مشاعرهم. وحتى غيرك كل طفل في عندك في الموهبة، فنحاول نظهر. والله هي طبعا دورة تشجع انك انت تجيب اولادك يغيروا جوهم، يطلعوا من اللود اللي هم فيه ويطلعوا من الاشياء فيها فنيه، فيها تطور، فيها ابداع، فيها ترسمين لنا مثلا يطوسه وعصفور. ما نعرف نرسم. ترسمين لنا ورده سهله. ورده نعرف نرسم. ترسميها ليا.